تروح الدرجات أفراس تندفع بهذه الصورة في عمر الثلاث سنوات 13 رأسا تمثل الأفراس تمثل 12 شعارا هنا اندفاع لتجتاحهم للصدارة والمركز الأول بهذه الصورة تذهب إلى السياج برفقة أليكسيس مورينو في المركز الأول الرمال المغتر المركز الثاني مستكملة تأتي إلى الداخل الآن المركز الثاني مطاردة لتجتاحهم صاحبة الصدارة هنا غدير البنات أيضا تبدأ الظهور المركز الرابع وأيضا محاولات برق الجوهرة للوصول هنا تجتاحهم في الصدارة برفقة غدير البنات ومستكملة هنا أربعة روس هنا تجتاحهم هنا الأفراس في تحدي مسافة السرعة تنقضي هنا الاقتراب من علامة الأربعمية هنا مراحل الحسم تجتاحهم مستكملة في صراع لحسم صدارة هذا الشوط تجتاحهم تتصدر بطول ونصف الطول تتقدم استحداث أليكسيس مورينو للابتعاد وتوسيع الفارق فيما المطاردة من مستكملة ومحاولات من قبل الرعشة في المركز الثالث فيما تجتاحهم بهذه الصورة تتقدم ما شاء الله تبارك الله توسع الفارق تقدم نفسها بشكل رائع وجميل مستوى ونتيجة وانتصار جديد هو الانتصار الرابع مع المشاركة الرسمية التاسعة ألف ألف مبروك لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز لمدربها متعب ملوح تجتاحهم ابنة ستارتفورد هيل تقدم نفسها بشكل رائع وجميل تنتزع انتصار جديد في سجل السباق المصنفة حتى هذه